تواصل مبادرة مجتمع الجسد الواحد بفيفا ومبادرة خليك في بيتك برك يأتيك، والتي أطلقتها جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفا مع العديد من المبادرات الأخرى والمشاريع الخيرية منذ بداية جائحة كورونا، تقديم المساعدات المختلفة للمستفيدين والمتضررين من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. قامت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفا بدورها المنوط بها بالتعاون أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية وأيضاً فريق ساعد التطوعي منذ بداية الجائحة ووصول الدعم من الداعمين ومن الجهة المانحة وأيضاً من جمعية جيزان ومجلس الجمعيات. قامت بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المسجلة في الجمعية وعلى المتضررين من آثار هذه الجائحة، بحيث وصلت بفضل الله جل وعلا هذه السلال إلى منازل المحتاجين. فريق ساعد التطوعي الذي أطلقته الجمعية لتنفيذ هذه المبادرات وانخرط فيه 80 شابا من أبناء المحافظة، يعتبر ذراع الجمعية الرئيس في توزيع هذه المساعدات ونقل السلال الغذائية إلى منازل المحتاجين في محافظة فيفا. هذه السلال الغذائية حقيقة بلغت 3200 سلة غذائية. فريق ساعد التطوعي يقوم بعملية التجهيز داخل مستودعات الجمعية وأخذ الأصناف المتعددة ووضعها داخل هذه السلال ونقلها من مستودعات الجمعية إلى المستفيدين داخل منازلهم دون عناء. شعارها في ذلك: خلك في بيتك برك يأتيك. تكامل وتناغم جميل تعمل من خلاله جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفا مع جمعيات البر ولجان التنمية الاجتماعية في المنطقة من خلال عقد العديد من الشراكات في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. عبد الله الفيفي، الإخبارية، جازان.